اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه تيف توك. في هذا الدرس سنتعلم كيفيه ضبط اعدادات الواي فاي. اقبل في راوتر يمنت 4G. اول حاجه افتح صفحه الضبط 192.168.0.1 واقوم بتسجيل الدخول. انتقل الى الواي فاي سيتنج كما هو موضح. هنا اعدادات الواي فاي الرئيسيه، هنا اسم الشبكة، مثلا هنا سميتها عثمان 2، وهذا الاختيار إذا كنت تريد عندك تخفيها منها من هنا، يعني من هنا، يعني خلونا نبدأ بإعدادات الواي فاي الرئيسية واحد واحد. نبدأ أول شيء بإيش؟ بإن احنا نعدل اسم الشبكة. إذا لتعديل اسم الشبكة بأدخل هنا مثلا ماي تيف توك، وهذا الاختيار لعزل كل متصل عن الآخر، وهنا أدخل كلمة مرور للشبكة. بإمكاني عرض كلمة المرور باستخدام هذا الزر، مثلا هنا سوف أجعل كلمة المرور من 1 إلى 9. هذا الاختيار يمكنك من عمل كم عدد الحد الأقصى للأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي. إذا هذا الاختيار كم عدد المتصلين بشبكة الواي فاي، تقدر تخلي 20، تقدر تخلي 1، العدد الذي تريده. وهنا كلمة السر، وهنا اسم الشبكة. موافق. بذلك أكون قد عدلت اسم شبكة الواي فاي.